لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا لهذا الزمن لا نزلت آية قرآنية على رسول تدعو المسلمين والمسلمات إلى استعمال المواقع التواصل الاجتماعي. في القرآن الكريم يا أيها المسلمون والمسلمات استعملوا الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. إنهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ نتوما اش من عشبه كيديروا هاد المساخيط هادو عباد جاي تقول هاد الهضره اصاحبي قاعد تنزل ايه يقول لكم يا ايها الذين امنوا دخلوا الفيسبوك ودخلوا التويتر ودخلوا ها وعباد الله اللي كيدخلوا المواقع الزرقاء حتى هي ثاني انتوما مالكم واش هبلتوا واش هجرتوا انتوما مالكم اصاحبي انتوما ربطوا هاد عباد الله في الزريبه وهنيو الناس انتوما طالقين على هاد المساخيط هادو شنو راه يقتلونا عبد الضحك شنو راه يفربلوني انا يا ايها الذين امنوا دخلوا الفيسبوك ودخلوا التويتر والانستغرام اي شحال ندخلوا نديروا هو دخلوا تشاطيو ماشي يا ايها الذين امنوا اذكروا الله وسيروا تصليوا لا دخلوا الفيسبوك وقالك علاش كتبيط المصويطه في الملح الحيه هادو راه خازو شي ملعه ميته اللي ضربوا ما يولي نوض انتوما ربطوا عباد الله في الزريبه وهنيو الناس شوفوا تحلف عليه باللي العقل عنده كامل تهضر مع هاد الكاع ربيع لا حول ولا قوه الا بالله مع من مجاورنا عباد الله وشوفوا مع من مجاورنا عباد الله خلينا لكم الله هادشي اللي نقول لكم واش انا ظن هاد اليومين هادي قاعد ابواج قاعد ماكم انا ري والي اتوا مالكم حايد ابوا حايد الجزائر القوه الضارب امالكم عقولوا لنا مالكم انا دشنا اش دشنتو حايد اويلا دشنتو حايد مالكم اش قاعد احنا دشنا حايد فيه الزلي الجزائري ها هي وزيره الثقافه تبارك الله عم زيناتها دشنا لنا حايد فيه الزلي الجزائري واش نتوما باقين كتهضروا على هذا الموضوع حنا راه طويناه نهار بديناه انا نهار بدا هذا الموضوع ديال الزلي طويتو لان دينا وجبنا الهضره مع الجزائريين لقيناهم اصلا ما فاهمينش شنو هو الزليج عندهم كلشي زليج هما هذاك الفايونس اللي كيتلصق في الحيط حتى هما كيقولوا له زليج واللي كيتصايب في مصر كيتصايب في اسبانيا تقريبا كيصايبوه جميع الدول هذوك كيقولوا له زليج وكل واحد واش كيقول له اللي نسميه فايونس في مصر وقال لك يعيطوا له الصونه كله واش كيعيط له قلنا لهم لا هذاك راه ماشي هو الزليج اللي كنهضروا عليه لا راه الزليج هو الفسيفساء هكذا هكذا قالك شنو هو الفسيفساء سير بحالك وانت واحد الحاجه كتقول ديالي وما عارفش الفسيفساء واش انا نبداو نشرحوا لك ياك كتقول ديالي وكون عارف الفسيفساء لا قلنا شنو هو باس طاوله وسير تحمق عقلك وشرح له وقول له ها ودي ها اللي كنهضروا عليه ها اللي كتهضروا عليه نتوما ها اللي صافي تما عرفنا وما فاهمين والو عاد داخلين عليها سدينا داك المحضر دابا تخرجوا قال لك قاعد ابواج قاعد دشنا حيط انا ريده الزلي الجزائري هو دشناه جيت انا بغيت نضحك شويه مع بعض الجزائريين قلت لهم تبارك الله عليكم هذاك الحيط راه مدربك على احسن ما يكون لا تبارك الله حيط الله لكن شوفوا صيفطوا لنا الفيديوهات كيف صايبتوا هذا الحيط هذا وانا غادي ننشرهم انا راه انسان حقاني راه ننشرهم ونقول للمغاربه ايوا هدا الزليج الجزائري ها هما كيفاش صايبوها المراحل اللي داز عليها كيفاش طنطن داكشي كامل غننشرو ديروا فيا الثقه وصيفطوا لي فيديوهات وانا غادي ننشرهم ما عارف عندهم اربع عقل دغيا يثقوا فيا وصيفطوا لي الفيديو لا صيفطوه ليا سكتوني زعما ماشي سكتوني وراوني كيفاش صايبوا الحيط قالوا لي ها انا خاير مروكي نشر وقول لهم ها هو الزليج الجزائري ها مناش كيتكون وها كيفاش كيتصنع شوف لي يا خويا الزليج الجزائري قاعد ابوا الزلي الجزائري انا ابوا كيلصقوه بالبينيس شدو خرقه لونوها بداك الزليج جيب لي يا خويا الكارطون لوي داكشي في الكارطون ارى لي البينيس لصق الكره سبيسيال اعلق اخويا احنا درنا حيط قاعد ابوا قاعد شنو في هذا الحيط هذا فيه الكارطون والبينيس اولين ندب الفوق ولا التحت فين هو الزليج والفسيفساء سكوتشا الزليجه الكارطونه انا اخويا المعمل قداش وشوف لي شحال ديال اليد العامله اللي كتخدم في هذا المعمل السي الاقتصاد ديال الجزائر كنهزوه باش كتهزيه بالبينيس والكارطون انت كتلعبوا لا راه الزليج الجزائري ابوا بالكارطون وابوا بالخراقي ها الحيط تبارك الله طال كله بالكارطون والفسيفساء وداك اللي كيتصايب بيه سكوش من طاينه صاحبي حيد عليا البينيسا البينيس والكرتون اخويا وجيب لي الخراقي وطلع والكره سبيسيال وهي تنسى الكره سبيسيال الشاقي لاقي يا ربي لاقي وطلع انا قلت لكم هذا الموضوع عطويه صاحبي انا طويت ونهار بدا حيت ملي سولناهم على الفوسيفيزا قال لك شنو هو الفوسيفيزا صافي سال الفيلم ما تزيد تهضر معاه واحد كيقول لك واحد الحاجه ديالي وهي ما عرفهاش شنو هي الفيانس كيقول له زليج واش غتقول له انت انا بغيت نضحك قلنا لهم فيديو صيفطوا لنا الكرتون اولي انا كنتسنى الفوسيفيزا ودوخوا لي ملي قالوا لي دابا صيفطوا لك بالادله وبالحجاج قلت ناري المهم شي بشي يصمكوني في الاخر صيفط لي البينيس هذا هو الزليج قال لي وهذا باش قاعد شوف لي الخرقه كيفاش كضوي كضوي الخرقه سبحان الله وكنجبدوها ملي كنلصقوها في الكرتون كنجبدوها مزيان عاد كنلصقوا البينيس تقول الخدمه مغشوشه ولا خدمه على احسن ما يكون والكوله سبيسيال موجوده ما كاينهاش الشاقي لاقي وطلع لي الحيوط وكيدير ولد خالي بغى يجي يتصيق بغى يجي داك الكرتون لا قاسول ما كيفاش قضيه اسكوتا لما لقيناش نشربوه بقى نصيقوا به تيدير عقلك اودي
كاينه المعلم هذه غلبتوني بها ولعنت والله عليكم الى يوم الدين. هادشي اللي نقول لكم باغين يقلقونا بالكرتون الله يمسخكم. لا عصبتونا زعما الله الله الا ما عرقدوش اليوم اليوم ما كاينش نعاس حيطوا بالكرتون. قال لك احنا في قصنا المروك الله يمسخك. لا الوعره شنو هي الوعره هي خرج عمي عبد المجيد قال لهم انا راه ترشحت للولايه الثانيه ترشحت لان الشباب الجزائري هو اللي قال لي زيد لا للرجوع لا للرجوع زيد لقدام احنا معاك. هذا عبد المجيد قال لهم بان الشباب هما اللي أو قالها اليوم أنا غدا السلطات الإسبانية شدت 800 شاب حرقوا من الجزائر هادو علي شدوهم 800 شاب جزائري هادو علي شدوهم. أما اللي ما شدوهمش يعلم الله أتا قلتي اليوم الشباب قالوا لي لا غدا الشباب هرب مع عرفوه باغي يزيد هما يهربوا. يا ودي راه ما كاينش اللي داعمك في الولاية الثانية قد المغاربة المغاربة بوحدهم اللي داعمك وبطبيعة الحال بعض الأحزاب اللي كياكلوا معاك المغاربة داعمك عا باش تبقى مضحكهم ومنشطهم. هاد 5 سنين دوزناها معاك ما كاين عاد التكركير راه الدعم اللي واخذوا من المغرب والله ما واخذوا من الجزائر والدليل هو اليوم قلتي أنا زايد الولاية الثانية لا غدا كلشي هرب أزيد من 1000 واحد هرب في يوم واحد راه هادي راه كارثة. ونخليكم مع التقرير اللي كيكشف هالظاهرة هادي الحرقة كلشي هارب من القوة الضاربة كلشي هارب من اغنى دوله في افريقيا. علاش سول عبد المجيد رجل الزور هو يقول لك. خليكم مع الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك خلينا الراي ديالكم في التعليقات. ما تزال مغادره البلاد حلمهم شبان الجزائر. نوفا فرانسيسكو الذي يعنى باخبار الهجره غير النظاميه يؤكد وصول نحو 800 شخص الى السواحل الاسبانيه. كان الجزائريون يشكلون نسبه 80% منهم وفق الموقع. إن في ذلك ما يعكس حالة من اليأس لدى شبان الجزائر وفق المراقبين في تحليلهم لميقات الخروج عن أرض الوطن. لا يخلو الأمر من ملل من تكرار التجارب الماضي وعدم الثقة فيما هو آت من بعد تمهيد الطريق لولاية رئاسية ثانية للرئيس تبون. وذاك أيضا أقوى رد من شبان الجزائر على قول الرئيس بأنهم هم من رشحوه. فلو كان فعلا شبان الجزائر يرشحوا رئيسهم ويتمسكون به لعهدة ثانية فما الذي يدفعهم لتركه قبل تحقق تلك الولاية ويغامرون في تجربة غير مضمونة العواقب وفق منتقدين. في نظر المراقبين أيضا أن تمكن هذا العدد الضخم من اجتياز السواحل والوصول إلى إسبانيا دليل على غياب حراسة السواحل الجزائرية وأيضا أن حرص على سلامة أبنائها من مثل هذه التجارب القاسية. الرئيس تبون كان قد وعد باسترجاع الأمن لدى فئة شبان وسمى نفسه مرشحهم غير أنه لا يبدو كذلك في نظر المنتقدين. فلا الأمل عاد لأبناء الجزائر ولا هم متمسكون برئيسهم الذاهب إلى ولاية ثانية. إنما يحدث اليوم له أقوى رد على عدم ترشيح الشبان لتبون وعلى أن الحرق كظاهرة يأس لم تتوقف لأن أسبابها ما تزال قائمة وفق مراقبين. ما ضمد نزيف الحرق كان حركا هادرا قبل سنوات استدارت فيه عقول الحراقة إلى الداخل الجزائري اعتقادا منهم أن تغييرا حقيقيا سيحدث لكنه لم يكن كذلك. نحب نوصل المعلومة هذه بركة خلق احنا يا كاين ناس قاوهم ربي يرحمهم وناس قاوهم حيان فهمتي كيبقاو ربعة من الناس في الماء خاوتي بقى ربعة خمسة من الناس أو في الماء خاوتي هذوما حنا نطلبوا شغل من عندهم هما يحوسوا عيا بس حنا دوك جاتنا أمور قال لك قادر يكون الناس هذوما خرجوا عروشيات ماذا بيا يخرجوا الصيادة يخرجوا لي بومبي تخرج لا مارين يخرجوا الناس كياسر يحوسوا فهمتي ديروهم ولادكم ديروهم خاوتكم أخاوتي فهمتي درك حنايا شغل حنا كيما نقولوا نوقفوا لهنا كاع نهضروا كيما نقولوا كنت جا تحسوا بان اللي قلنا من داخلنا غيرهم شوفوا ماريهم باباهم هما الناس في حاله خاوتي فهمتي كيف نطلبوا من الدوله تاعنا الناس اللي ما باينوش هذوما فيهم بدري خويا اسمه قرار راهو كاين جوج من جبنت اليهود كاين وجمعه عادل مش بنت اليهود وكاين اللي يتم سامي وكاين طيب وكاين طيب وكاين سالم هذا ولد كارتي وبزعروره كيما نقولوا وكاين طيب من صريدي اسمه تصيلي مدعو تصيلي سالم قرص باري احنا نطلبوا من الدوله اخويا دير لنا حل انت اللي كيما نقولوا اللي يكوت كوبتر ولا حاجه كيما نقولوا باه يخرجوها كريموني اللي يكوت فرق على خلي فرق اخوتي عندنا بي في حداد اخوتي عندنا بي في حداد الناس كل تهضر على الموضوع هذا نطلبوا من الدوله توقف معنا باسكو الموضوع هذا باقي ويكبر باقي ويزيد مش راح نحبسوا لهنا احنا حق ولادنا حق خاوتنا او نجيبوه فهمتي كيف نطلبوا من الدوله تشوف الحكايه دي ونواصلها تحوس معنا باسكو الناس مش على طرق اخوتي شفتوا اخوتي يعني الناس قلبها مقطش طول جوناس مشاكلها لا بنك دولي لا والو خوه مسكين راهو تودر في البحر وحايد ماتوا الله يرحمهم ويسعليهم وحايد مساكن راهم عندهم مده هما في البحر ما لقاوهمش
لازم يبحثوا عليهم. دونك راي الناس في حداد. سؤال برك، هل سمعتوا القنوات الجزائرية تكلموا عليهم؟ على هادو مش هم عباد؟ على هادو ما تغطيوش عليهم؟ على هادو ما نحكيوش عليهم احنا؟ وديجا راه مشنا نحكيو على مزية تما باش يعطيو له سكنة، راك راح تنقد أرواح تاع شباب، علاه ما تحكيوش عليهم؟ وماشي غير هاد الحالة، لأنه مساكن راهم طلبوا من البحارة، طلبوا من الشعب يعاونهم، طلبوا بالناس يخرجوا، بصح ما تكفيش، ماشي كيما لي مويان تاع الدولة، ويعني البابر الهليكوبتر عندهم، الرادار عندهم، إمكانيات كبيرة ثقيلة، معمولين خادمين للشيء هذا. وزيد كيف كيف ليامات هذه أيضا زدت شفت يعني وقفة أخرى. تفضل خويا المخرج. أبدا فيديو أو داير فيديو راح برك. السلام عليك يا خويا. شنو دور يا خويا؟ واش راح نقول لك؟ عندنا خاوتنا ثلاثة أيام أخويا ديما راهو بالجمعة، ما بان عليهم حتى أخبار راه صحيح. خرجوا بالجمعة على 4:30 الصباح يا خويا، باري عندهم قريب 3 شهور صحيح في البحر، خرجوا بمسروطات أخويا يشوفوا معاهم هذوما الناس، لا حيين ولا ميتين ولا خرجوا على تونس يشوفوهم برك، يشوفوا ضربوا عليهم كيف حيين ولا لا برك. سلام عليكم. خرجوا لو رسمي احكوا احكوا سلام عليكم احكوا تم واحد اخوتي جيبونا خاوتنا برك، عندي سباري والله ما لك، عاونونا ديروا لا شوفوا المسروطات برك اخوتي، شوفوا الناس حيين ميدين خرجوا عدون ركبوا السلطات تشوفوهم برك خوتنا. خرجوا نهار الجمعه على 4:30 الصباح، خرجوا على 4:30 الصباح، خرجوا ربعه فليك زوج بانوس ما بانوش، نطلبوا من السلطات يشوفونا خوتنا برك ما حيين لا ميدين، يشوفونا اليوم هبطوا عليهم اخوتي، خرجوا خرجوا البطريات، خرجوا التليفونات. شفتوا اخواتي مزيد لي جون قلبهم حار يعني وسخونين ويدافعوا عليهم، يعني سينو واحد ما سمع بهم اوبليجي جون درك يهز التليفون ويصور ويقول لهم ما هدرك شغل ولا صحفي جون، الور كو كاينين ناس صحافه، كاينه مام صحافه وطنيه خالصه من عند الدوله باش تغطي واش يصير له المواطن، بصح ما عملهمش بيه ما كانش. وغروزمون لي جون عم يبارطاجيو في تيك توك وكذا ويعرفوا العقليه كيفاه، ويعاون هذا يعاون مساكن محراقه من عنابه، والدور شعب في بعضها، شعب كشول عاد عايش انديبوندون، كاين السلطه وكاين الشعب حر هك بمشاكله، وهو بصح كاين امور يحتاج فيهم السلطه، لان هي اللي عندها الامكانيات على مارين وكذا باش تتخذ هذه الامور ولا تتصل ولا تدبر راسها، لكن مساكن ابوندوني. تخيلوا حتى الرئيس تبون مع احتراماتنا ليه 5 سنين يا خوتي في الحوارات تاعو ما سمعناش تكلم على قضيه الحرقه، ولا على الشباب اللي نوض على الصباح ويحرق في فلوكة، ولا كون يتوضر في البحر ما هي الإجراءات والأوامر اللي يمدها اللامارين، قال واش ما تحبسوش حتى تلقاوهم، والو. أول مرة واحدة تكلم على الحراقة على قضية الباسبور، قال لهم يا جماعة عطيوا لهم باسبور يا من عاش تعرفوا قصة الباسبور. أما هذا تخيل 5 سنين والظاهرة ري يعني دايرة حالة في الجزائر، حتى كي غير سمعتوا بها قضية 800 حراق يومين ولا في 3 أيام ولا في 24 ساعة كل واحد وش يقول. مهم لامارين تاع إسبانيا كتبت باللي روا عدد هائل من الجزائريين، وهذا تانا الخبر دار حالة في التيك توك وفي صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن الإعلام تاعنا ما شافش هذا الرقم 800 حراق. الرقم هذا بالنسبة لي حتشي ما هدرش عليه، خلاص نسمعوا على الأقل كاينين ديجان في التيك توك تكلموا عليه. تفضل خويا المخرج. دي شهر صاري عندها 800 حراق، تعشى ولا تعشى 800 حراق، انا نقول لك قرب 100 بو 100 ونهضروا صراحه. شهر الله شنو شهر صاري هو ساكن شان، باقي راني باقي مخلوع والله العظيم تقول الله راهي رانا عايشه ما راكو عايشين والو، واش الناس تعرف راه بريسكي بحياته يا كاريه بيردي واحد يكتب خوتي الله يجيب الخير ولا ضربك سلاح نحنا ثاني الله يخرج علينا حنا ثاني. السلام عليكم. على بالك بلي لاضا تاع اليوم رانا 13 جويلية 2024، دخلوا كتر من 800 حراق على طريق البحر، عن طريق البحر دخلوا كتر من 800 حراق، 95% منهم رجال و 5% منهم اللي فام اونسانت، كاين اللي مراه اونسانت، وكاين غير اللي كان وصلت لاسبانيا زيدت، وكاين دراري صغار. باش تعبر على الشعور الريسك اللي تداوه، اكثر من 800 من بنادم، قريب ألف بنادم خرجوا من البلاد في ليله واحده غزو، ياخذ الحسابات لازم يتراجعوا، سي با نورمال، ماشي نورمال خو مرا مع راجلها بوطي،
الدرجة اللي وصلوا ليها يا أخو لا إله إلا الله محمد رسول الله. احنا على بالنا شكون سبوا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، نتلاقاو القيامة ما نسبحوا حتى واحد فيكم. يا الراس الخامجة يا خوتي انا ماني فاهم فيها والو، ماني فاهم فيها ترن. وقت فات كنا نسمعوا راهم حرقوا زوج فلوكات، ثلاثة أربعة، السمانة اللي فاتت حرقوا 800 واحد، 800 بنات. ربي يجيب الخير، هذا واش يقول الإنسان، والله الله المستعان. 800 بنادم في نهار ورانا رايحين بها، قسم بالله غير تبعد بلاص. انا اللي ماني مقودي مخير مقودي. الظاهره هذه تاع الحرقه هذه يا راهي غير تزيد، والحرقه وين تا ويدنا نسمعوا بها، نسمعوا بها في كي يطيح البحر في سبتمبر في ديسمبر كده أربعة. هذه سمانة اللي فاتت في جوا 800 واحد حرق البلاد، فرغت جينيراسيون هملت، واللي مازالوا راهم حابين يروحوا ورانا رايحين بها، ورانا رايحين بها جينيراسيون كاع حبات تهجر كاع حبات تهمل. على بالك بلي في 5 شهور 175 حراق مات، البحر بين الجزائر واسبانيا ولا مقبره تاع حراق. دابخي دي دوني داروهم لو كوليكتيف كومينادو فرونتيراس، لا روت ماريتيم الجزائريه اللي تدي لالميريا وليزيل باليارس واليكونت ولات لا بلو مورتريه، وراهم يقولوا بلي اون 5 موا ماتوا 175 واحد. على بالك بلي سي اون موان تاع ان مور بار جور بزاف، وهذا لو نوم دو ديسي جاي متعب وابير غرقوا في اللارج غير في هاد لي 5 موا. جينيرالمون هاد الناس يكونوا مفقودين، يخلوا الفاميليا تاعهم بالخبر، وهذا لو شيف ما داخلش فيه لا سيزون استيفال وين لو نوم تاع لي ترافيرسي يزيدوا. حراقه يروحوا في دي باطو طاكسي يجي فيهم اونتر 5 و 6 متر دو لون و 2 متر دو لارج. هاد البوابير يجوا ايكيبي بان موتور اونتر 60 و 140 شيفو، ولا ديستونس تاع لا ترافيرسي اونتر الجيري والاسبان يجي فيها اونفيرون 160 كيلومتر. La Guardia Civil قالوا بلي جينيرالمون هاد بوابيل جو سير شارجي، يطلعوا اونتر 15 و 20 بيرسون للفواياج ويديباسوا لا كاباسيتي ماكسيما تاع داك البابور اللي هو نورمالمون يرفد 10 بيرسون. وراهم يقولوا ثاني في لارتيك بلي لو بري تاع لا ترافيرسي يجي اونتر 2000 يورو و 5000 يورو على حساب البابور كي داير. مالوغوزمون هاد الفينومين يتوشي اكثريه لي جون اللي تكون بحرت لهم في البلاد متاثرين باش يشوفوا في ريزو سوسيو لوروب والمعيشه الشابه. وبيان سور شكون راهم يبروفيتوا من هاد الناس اللي اورغانيزو هاد الرحلات واللي هضرت لكم عليهم في اونوت فيديو. كي تشوف لو بيلون سي فريمون مالهم. 175 واحد مات راحوا وسمحوا في والديهم وخلوهم بالخبر. دير روحك في بلاصه هذوك الوالدين، الله يرحم اللي مات. شفتوا يا خوتي الناس كل راهي تحكي عليها الا الاعلام الجزائري ما شافش هذا الرقم، اكثر من 800 حراق، ظاهره كبيره كون جات في دول اخرى كانت تحبس كلش ويتكلموا غير على هذا الشيء. احنا لا 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 ما نحكيوش 800 حراق، ناس وراي مفقوده تفركت في البحر على خاوتها كذا والو. تعتم اعلامي في عنابه، في عنابه اللي يكتب في الفيسبوك لابوليس تروح له للدار وتفرك الدار، يعني شفتوه كتب في الفيسبوك، والاخر مطيش مسكين في البحر والديه ودايرين وقفه ومسيره وما شفتوهمش. كيف يمشيوا 800 حراق؟ احنا ربما قلنا لهم بالك هذا 800 قبل ما يروحوا باللي البنك الدولي راه دار تقرير بالك يقعدوا، والله لا يقعدوا. ايه هو التقرير تاعك باسكو لا رياليتي يعني تختلف تماما مع هذه التقارير، والا ما كانوش يروحوا 800. والموتى هاك شفتوا بمعدل يعني منذ 5 شهور ميت كل 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 يوم، كل يوم واحد يموت في البحر. يعني هل نزيف كما هذا ايموراجيه خوتي تاع الناس هاربه ما يتكلمش عليها الاعلام؟ طبعا هو هذا الحدث ولا هذه الظاهره تعكس المعيشه السيئه في الجزائر. لما سي تبون عبد المجيد استدعاوه في ايطاليا وعرضوه كما مع تونس ومع موريتانيا في الجي 7، عرضوه ماشي كما نقول لسواد عيونه كما يقول المصري، عرضوه لانه داروا البروجي ماطيي هذا دارته هذيك ميلوني، عندهم بروجي في الطليان باش يحبسوا النزيف تاع الحراقه جهتهم.
وقالت انها راح تدعم الجزائر باستثمارات لتحسين المعيشه تاع الشباب في الجزائر. قالوا مادام ما قدرتش نعاونوك سيدي واستثمر في بلادك به شبابك ما يجيوش عندنا. هما ما عرضوش تبون، احنا نفتخر انه تبون حضر وقال لنا والله انجاز. هما عرضوه على جال المشروع تاع الحراقه بلي يا ولدي شبابك هارب، شو كيش ما تدير لهم. دونك قفلوها جهه الطليان، الناس قاعده تهرب جهه اسبانيا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.